انا الحلم ديالي انني نكون محامي وندافع على ولاد الشعب، لانه ما يمكنش يحسبوا ولاد الشعب يعني غير ولد الشعب بحالهم. امتحان شابته مجموعه من الخروقات، تدخلات زبونيه محسوبيه، حسينا بالنوع ديال الحقره، يعني حسينا بنوع ديال الظلم والطغيان من طرف وزير يعني لا يمت بصله الى وزاره العدل. وزير يعني ديال العدل هو امتداد للحكومه الفاشله اللي ما قدرتش تدبر السياسات العموميه ديال الدوله، قسم المغرب الى طبقتين، درجه مواطنين من درجه اولى ومواطنين من درجه ثانيه، ولن نسميها من اليوم مهنه بل هي محنه، لانه الان اصبحت محنه. اصبحنا اضحوكه داخل وخارج الوطن، الكل الان يتحدث عن هذه المهزله. خصنا الاقاله ديال الوزير والامتحان يتلغى. طالب عمر عيني، سن 34 سنة، حاصل على الإجازة من القضائيات، تخصص القانون العام بالعربية. حاليا أنا مستقر في الرباط وكنمارس المهنة ديال التجارة، يعني بعد ما لم أوفق في الولوج إلى الوظيفة العمومية. إحنا الأبناء ديال الجنوب الشرقي يعني كنخدموا يعني فيما كان، يعني إحنا كنناضلوا وما عندناش المشكل مع الخدمه، يعني تكون مهنه شريفه يعني ونخدم. رغم اني يعني حاصل على الاجازه، اصلا انا كانت عندي واحد الفكره ديال انني تكون عندي واحد الوظيفه اللي هي حره، وكان الحلم ديالي دائما هو الولوج الى مهنه المحاماه، يعني ونمارسها يعني مع تجاره نت. ولكن اصطدمت يعني بواقع مرير، خصوصا في اخر امتحان يعني اللي اجتازناه في 4 ديسمبر. هذه ثاني تجربه، الامتحان الثاني اللي كندوزو ديال المحاماه، يعني من بعد الامتحان يعني قبل 3 سنوات دوزنا امتحان ديال المحاماه، ما توفقتش فيه ومشيت وخدمت عاود ثاني، وكان عندي امل كبير انني نتقبل هذا العام في الامتحان اللي دوزنا ديال المحاماه. ولكن للاسف يعني امتحان شابته مجموعه من الخروقات. اولا يعني الامتحان ما بداش في الوقت المحدد ليه، يعني ما بدينا حتى 11:15 يعني، وكان يعني في التوقيت خصنا نبداو مع 9، وهذا خرق القانون. وثانيا يعني سحبت منا اوراق الاسئله يعني في اول مره في التاريخ ديال الامتحانات ولا المباريات، يعني تتسحب الاوراق ديال الاسئله، كانوا تيتسحبوا منا غير اوراق التحرير. يعني امتحان شابته مجموعه من الخروقات، تدخلات زبونيه محسوبيه، يعني تصدمنا بزاف في الوزير، يعني ماشي صدمه كبيره حيت اصلا الحكومه يعني من النهار الاول فاش بدات يعني المغاربه راه قرهم بزياده، قرهم بزاف ديال الحوايج، ودابا راه غير هذا بحال قلتي الامتداد. وزير يعني ديال العدل هو امتداد للحكومه الفاشله اللي ما قدرتش تدبر السياسات العموميه ديال الدوله بعقلانيه، يعني ما عندهمش تجربه، وزراء يفتقدون لكل شيء، يعني ما عندهمش البروفيل ديال انهم يكونوا وزراء اصلا. انا الحلم ديالي انني نكون محامي وندافع على ولاد الشعب، لانه ما يمكنش يحسبوا ولاد الشعب يعني غير ولد الشعب بحالهم. يعني ما يمكنش مثلا شي واحد يعني تيقول لك انه قرا ولادو على برا ولا عنده الفلوس ولا هادي يحسب ولد الشعب، ما يمكنش، مستحيل. وان شاء الله راه ما غاديش نوقفوا هنا، وغادي نسلكوا جميع المساطر اللي هي قانونيه، والحمد لله لنا ثقه في المؤسسات المغربيه، لنا ثقه في الملك ديالنا، وحنا دائما متشبتين يعني بالثوابت الوطنيه تحت شعار الله الوطن الملك. الوزير لن يثنينا، وما غاديش يعني هو يحبس علينا الحلم ديالنا، وغادي نبقاو نحلموا ونديروا لنا ان شاء الله، وغادي ان شاء الله هذيك يعني المحاماه ان شاء الله غادي نجيبوها ان شاء الله.
انا دوزت بزاف ديال المباريات بزاف ديال الامتحانات وما كانش يعني ما بقاش فيها الحال بزاف يعني وكانوا يعني مروا في ظروف اللي هي جيده تتحس بنوع من الشفافيه ولكن في هذا الامتحان الاخير ديال المحاماه حسينا بالنوع ديال الحقره يعني حسينا بنوع ديال الظلم والطغيان من طرف وزير يعني لا يمت بصله الى وزاره العدل يعني وزاره العدل اكبر من الوزير وهبي فالتصريحات ديال الوزير اللي هي يعني انزلاقات خطيره فاحنا مفتخرين اننا اولاد المدرسه العموميه قرينا في المدرسه العموميه ابناء الشعب يعني نكون ولد نجار نكون ولد عامل نظافه يعني نكون تاجر بسيط نكون يعني اي مهنه شريفه ممكن يمارسها الانسان ولا يعني يمارسها الابوين ديالك يعني تتخول لك انك تدوز انت الا كانت عندك الكفاءه تدوز الامتحان ديال المحاماه وتنجح فيه يعني كغيرك من يعني ابناء الطبقات الاخرى يعني الوزير هنا يعني قسم المغرب الى طبقتين درجة مواطنين من درجة أولى ومواطنين من درجة ثانية يعني وهذا لا يجوز يعني الوزير أرجعنا إلى ما وراء دستور 2011 فهي قضية أولا أخذت أبعاد وطنية ودولية واللي بغيت نقول في هذا الصدد أن التضامن ديال المغاربة خصوصا يعني لم يكن مفاجئا فالشعب المغربي متضامن فالشعب المغربي يعني كالجسد واحد إن مس منه عضو واحد يعني تمس جميع الأعضاء الأخرى فلمن أراد يعني أن يكتشف ذلك فلينظر فقط إلى آخر ملحمة يعني شهد المغرب وهي ملحمة أسود الأطلس بوصولهم إلى النصف النهائي بعد يعني هذا الإنجاز التاريخي وبعد أن وضع يعني وضعت راية المغرب خفاقة عالية في جميع المحافل الدولية يعني والكل أصبح يعرف من هي المغرب فإذا بالوزير وأمثاله يعني يرجعوننا إلى خطوات إلى الوراء انطلاقا من تدخله السافر في قلب يعني نتائج الولوج إلى امتحان المحاماة في خرق سافر امتحان شبه التزوير والمحسوبية والزبونية يعني أبناء النقباء أبناء المحامون أبناء البرلمانيين والبرلمانيين بأنفسهم رؤساء مدراء يعني هم من فقط ولجوا يعني هم من تفوقوا في الامتحان الكتابي وهذا أمر غير مقبول وفي ضرب أولا للمدرسة العمومية وضرب أيضا لطلبة اللي كانت الأمال ديالهم كبيرة في الخروج من شبح البطالة الذي يقود مضجع العديد من العائلات المغربية فقليل دابا فين تتلقى شي عائلة ما فيهاش ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ديال المعطلين وهذا أمر خطير يعني وكنا كنتسناو هذه المباراة بفارغ الصبر ولكن وهبي وأصدقائه وحاشيته أبوا إلا أن يحولوا هذه المهنة إلى مهنة يعني موروثة مهنة عائلية ولن نسميها من اليوم مهنة بل هي محنة لأنه الآن أصبحت محنة المطالب ديالنا اليوم يعني أولا إلغاء الامتحان فوحده هذا المطلب كافي يعني بأن يشفي غليل الطلبة فمن غير يعني هذه الخطوة فهناك تصعيد هناك خطوات نضالية سيقوم بها الطلبة دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم لأننا لن نسكت يعني على هذه المهزلة التي تمس أولا بلادنا وأصبحنا أضحوكة يعني داخل وخارج الوطن الكل الآن يتحدث عن هذه المهزلة وإن شاء الله كنتمناو أنه تصحح الأمور وأول حاجة خاصها تدار هي إقالة لا نقول استقالة لأنه خصنا الإقالة ديال الوزير
والامتحان يتلغى، هذا هو المطلب الاول، ويتعاود يعني وتشرف لجنه مستقله على هذا الامتحان ديال المحاماه. فاحنا اولا كنتيقوا في المؤسسات ديالنا، كنتيقوا يعني في الملك ديالنا ان شاء الله، اللي كنتمنوا انه يتدخل وينصف يعني الطلبه المضطهدين يعني ضد يعني الوزير وهبي، وضد كل من ساهم في هذه المهزله التي ستبقى وصمه عار على جبين وزاره العدل المغربيه. وان شاء الله احنا كطلبه يعني الى تحقق لنا هذا المطلب يعني غنكونوا اننا خطونا واحد الخطوه كبيره، انه لا شيء مستحيل، يعني لا تضافرت الجهود، وكان يعني الكل متماسك، الكل متفق على قضية، فلا يضيع حق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.